صباح الخير على احلى متابعين. اليوم كنت تشوفوا اليوم سبيسيال خضره. انتوا اللي كان نحب بزاف نستعمل الخضره، ما مطاش عليكم. ما حندير دولمه بيضه عادي تزيريه بالخضر، وراح نقول لكم يعني الحشو اللي راح نخليه او اللي راح نحيه من القرعه ومن البطاطا. راح نديروه يمتي تسوب بالكرافس وباقي الخضر. نبداو على بركه الله. اليوم عندنا اكيد الخضر اللي تحبوهم، مرقه بيضاء. راح ندير انا القرعه، بطاطا. بطاطا عندي كبيره، اللي عندكم صغيره يكون احسن باش كي يعني ديروا حبات صغار يجوا احسن. ما عنديش انا اليوم حبه طماطيش، فلفل، بصل. البصل راح نحتاج للحشو والمرق تاعنا. عندي لهنايا شويه من الحميصه. انا الحميصه دائما نقول لكم طيبها باش يسال عليا، المهم باش طيب بالخف. عندي هنا ملح، عندي لهنايا زوج معارف تاع لا شابلوغ، راح نديرها مع الكميه تاع الفيون داشي، راح تمد لنا طراوه. عندي هنايا زيت، عندي هنا زوج معارف تاع هادو اختياري، زوج معارف تاع رز. هادو تحبوا ما ديروهمش معليش، انا نحب نديرها في مرقه بيضه. وعندي لي زيبي شويه تاع الكركم، قرفه وفلفل اسود. اكيد هادو اللي نستعملو مرقه بيضه. للحشو راح ندير شويه تاع بابريكا، فلفل احمر شويه، ما حاشي اثر بزاف. وعندي حبه بيض والمعدنوس. راح نبداو على بركه الله. هنا اول شيء راح نديرو نوجدو لا فيون داشي تاعنا. راح نحطو كميه اللحم المفروم، وراح نحط معاه زوج مغارف تاع لا شابلوغ اللي قلت لكم عليهم، كميه معدنوس، وراح ندير حبه بيضه بهذا الشكل. راح نجيب البصل، انا درت حبه بصل مسكرفجه، راح نحي منها قيس مغرفه ولا مغرفه ونص. راح نديرهم الحشو الاخر نخليه، وراح ندير زوج مغارف تاع رز، وراح ندير قيس مغرفه تاع زيت ماشي بزاف باش برك تعطينا طراوه مع داك اللحم المفروم. راح ندير سناتهم، وراح ندير لي زيبيس تاعنا اللي هي الملح. ديروا حسابكم بلي راح نديروا الملح هنا وفي المرق باش تعرفوا يعني. وراح ندير رشه تاع فلفل اسود، فلفل الكحل، ورشه تاع قرفه اكيد. وراح ندير شويه على راس المغرفه برك صغيره تاع فلفل احمر، اللي هو الفلفل الاحمر تاعنا، الفلفل العكري، هكا فقط. هكا راح نزيد المكونات هنايا ونخلي الحشو دو كوتي. بهذا الشكل دوكا راح نخلي هذا الحشو دو كوتي يعني يتشرب بيان لي زيبيس تاعو. ونروح نجيب الخضر تاعنا اللي كنت غسلتهم ديجا ونكمل. هنا الخضر تاعنا بعد ما نقيتهم راح ديريكتومون نجيب قدره اللي راح قلت لكم ما نرميش يعني هذا الحشو، راح نديرو ينسوك للدراري ديريكت. حندير في القدره ونقول لكم واش حنديرو فيها، يعني ديريكت فيديو في القدره اللي راح ندير فيها لا بتيت سوب هذيك بهذا الشكل. هكا انا راح نكمل القرعه، مام يعني اللي حنستعملهم بطاطا ولا طوماط كيف كيف راح نوري لكم يعني. هكا مام لا طوماط كي راح نفيديها بصح راح ندير حبه طوماطيش في الدولمه. راح ندير هنا يعني كلش راح نديرو في القدره باسكو كلش راح ينفع في هاد لاسوب. راح نفيديها هنايا بهذا الشكل. حبه بصل ثاني راح ندير انا حبيبه بصل في يعني غير الفلفل اللي لا حبه بصل راح نديرها في الدولمه. كاين واحد من ولادي يحب بصل فخصي يعني بالحشو تاع البيون داشي. راح نفيديها كذلك هنايا. انا لو ماركيتو في الخضرات الاول وريت لكم زوج بصلات الكبيره سكرفجتها راح ندير منها المرق ودرت بها الحشو، والصغيره هذيك هي هذه اللي راح نفرسيها انا ثاني. كذلك راح ندير كلش هنايا بهذا الشكل. ميم بوم دو تيغ بطاطا تاعنا. انا برك بطاطا قلت لكم اليوم عندي هذه الكبيره ما عنديش صغيره، صغيره تكون احسن. حبيبات صغار في الشكل يجوا شابين، في السربانيه يجوا شابين، مي معليش بهذا الشكل. انا راح نكمل كاع نفيديهم ونكملو كيف كيف.
هنا بعد ما كملت انا يعني فيديت كاع الخضر اللي عندي، هذه راح نقول لكم من بعد واش نديرو فيها لاصوص. نخليها دو كوتي ونجيب الخضر تاعنا نديروهم الحشو نحطوهم دو كوتي باش نروحو ديريكت نوجدو المرق. اكيد هذه خطوه سهله على بالنا كيفاش راح نقع الفارسي واش عندنا بهذا الشكل. انا راح نكمل الفارسي كاع واش عندي خضر، نتوما واش تحبوا خضر ديرو، انا درت هنا اليوم واش عندي، يعني نتوما واش عندكم ديرو. هنا راح نكمل انايا نفرسيهم كاع ونروحو ديريكت نوجدو المرق تاعنا. هنا راح نجيب القدره اللي حندير فيها انا لاصوص تاع الدولمه، راح ندير شويه زيت وهنا راح ندير قطع تاع اللحم هذوما للتنكيه تاع لاصوص. اللي ما عندوش يدير مرقه بيضاء عادي، بصل ولي زيبيس وال يعني والماء مغلي كي تختار يدير الخضره. انا هادو درتهم للتنكيه فقط، راح نخليهم يتقلاو مليح. هنا راح نجيب البصل اللي بقالنا مكرفج راح نضيفه، راح نضيف له انا شويه ملح واكيد فلفل اسود، مرقه بيضاء عادي يعني شويه قرفه. هكا نقلو بيان البصل تاعنا مع اللحم، راح ندير شويه تاع الكركم ماشي بزاف، كذلك على راس المغرفه تاع الكركم بهذا الشكل. راح نقلي انايا البصل مليح مع اللحم وندير شويه النار ونمرق بالمرقه بالماء سخون بهذا الشكل. راح نجيب كميه الحنيطه اللي عندي كذلك نضيفها اوفا. وراح نجيب ورقة الكرف، أنا فوق ما ديرنا يعني شوية بنة، خليه يتقلى شوية وندير الماء المغلي. دوكا راح نجيب الماء مغلي ونمرق. بهذا الشكل سيو دايما هذاك اللي يستخدم منه ولا كميه البصل هذاك نحوها لانه هذيك اللي حتمد لكم البنه. فوالا انا راح نخليها هكا واحد 10 دقائق ونحط الخضره تاعنا، راح نخليه يغلي ونكمل. هنا راح نجي انا بعد 10 دقائق نستفو الخضره تاعنا ونقصوا على النار، خلوها نار يعني متوسطه ولا قليله وخلوه يطيب كلش بالعقل، ما تكثروش الماء باش تجينا خاتمه وميم طون كلش يطيب. بهذا الشكل كي سفنا الخضره تاعنا قلت لكم ما تكثروش الماء، يا دوب هكا ما تغمروهاش كاع بالماء باش تختار لكم من بعد لاصوص. انا راح ندير لها رشه خفيفه تاع مدنوس على نار متوسطه، نغلق عليها ونخليها طيب بعقلها ونعاود نقول لكم كي طيب. بيان سور راح تجيبوا موس تدخلوا الموس في الخضره في القرعه في البطاطا تلقاهم بلي طابت واخترت لاصوص تاعكم معناتها صايبه. بالنسبه للبقايا اللي قلت لكم عليهم لاصوص راح نزيد معهم انايا هنايا نص حبه بطاطا اللي كانت بقات لي، تقدروا ما تزيدوش يعني تغير هذاك الحشو، انا حبيت شويه كونتيتي تاع لاصوص نزيدها عشوائيا يعني. راح نحط انايا كرافس كمشه تاع كرافس وزدت حبه زروديه هنايا كذلك راح نقطعها عشوائي باسكو من بعد راح نميكسي كلش. راح نزيد هنايا كذلك حبه طوماطيش نقطعها عشوائي وحبه بصل صغيره لاني استعملت هذيك الحبات ديت شويه الحشو منها، راح نزيد حبه صغيره راح تجي سوب بزاف بنينه. راح نجي ندير كميه من الزيت، راح ندير مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره شويه برك ماشي بزاف، راح ندير شويه ملح وانتم شوفوا يعني كي تذوقوها شوفوا واش تزيدوا ملح. راح ندير فلفل اسود وراح ندير شويه تاع قرفه ماشي بزاف رشه خفيفه، راح ندير نص مغرفه تاع كركم
و سي بون. حبيتو اي ايبيسوغ اخر باغ اكزومبل زنجبيل ولا شويه الحانوت ولا هذا يعود لكم نتوما. هكا راح نمرقها ونحطها فوق النار ديراكت كيما راهي. كاينه هفصه كي نرحيها كي نجي حنمكسيها نزيد لها حبه فرماج ولا مغرفه تاع كريمه الطبخ ولا، وبعد ما نمكسيها راح نزيد لها مرسو تاع زبده وتكون واجده. رشه حشيش مقطفه ولا بلا ما تزيدوا لها والو، غير رشه غير مغرفه زبده وسي بون. هنا راح نحطها فوق النار ونكملوا لي بلاطي وانا لي دو ومن بعد تيك ان شاء الله. هنا سي بون الصوب تاعنا طابت، راح نرفد انا عود تاع الكرفس هذايا. هنا راح نجي نحط لها انايا قلت لكم مغرفه تاع كريمه الطبخ، ولا ما عندكمش راح نديروا مغرفه تاع الحليب ومغرفه تاع جبن طري ولا تاع جبن مثلثه تحبي حبه ولا كيما تحبوا. ديجا راح ندير معكم هذه الخطوه انايا، ندير هذا تاع جبن وشويه حليب اللي ما عندوش يعني كريمه الطبخ، شويه تاع حليب بس واحد 3 مغارف ولا بهذا الشكل. ونجي نميكسي لاسوب تاعنا، سمحوا لي باك على الحس. هنا بعد ما ميكسيتها راح ندير لها مغرفه تاع مارغرين، هاد لاسوب بزاف جبنينه. راح يكون هذا هو قوامها، شوفوا شحال هايله. راح نصير بها هي والدولمه ونوريها لكم باذن الله. الدولمه تاعنا كذلك طابتها هي، خليتها شويه اختارت لاصوص تاعها. راح نديرها انا رشه تاع قارص خفيفه ولا وقت التقديم مدوا القارص كيما تحبوا، وراح نديرها رشه تاع معدنوس خفيفه ونسر بها لكم على صوب وتشوفوها باذن الله. الدولمه البيضاء تاعنا هاي واجده، هاي ليك انا خليت شويه قلت لكم لاصوص ابين خاطره، وخليت مع هذا راح ندير يعني قارص ورشه معدنوس، هكا تكون واجده ان شاء الله. يعني جربوها خفيفه هاد الدولمه تجي. ولا سوب تاعنا الحشو اللي يعني نحيناه درناه ينسوب، لا سوب بزاف بنينه هاي ليك. راح انا حكمت شويه برك كتزيين خفيف شويه تاع لاكريم فريش، ودرت لها شويه تاع الماء، راح نزين خفيف يعني قطرات هكا تاع الاخر الدراري يحبوا بهذا الشكل. هاد لا سوب هايله ننصحكم ديروها. اذا كانت هذه هي لاسوب تاعنا وكل الدولمه تاعنا، ان شاء الله تجربوا الوصفه. ما تنساوش اذا عجبتكم اي وصفه ديروا لنا جيم، تعلقوا يعني تكتبوا لي اي تعليق، وتابوني الصفحه اللي مازال ما ابونيوهاش، ويفعلوا الجرس باش اي حاجه جديده تلحقكم. ونقول لكم يعطيكم الصحه.